أين مليار دينار قيمة إنشاء المرحلة الأولى المتضمنة السياج الأمني وأبراج المراقبة لمطار الأنبار الدولي؟ محافظ الأنبار أعلن عن انطلاق المشروع الاستثماري بمنطقة الكيلو 35 بمساحة 6000 دونم. هذا المشروع يعني حقيقة قيمة يعني على مساحة 6000 دونم ضمن حدود مدينة الرمادي، طبعاً بمنطقة تبعد 35 كيلو عن مدينة الرمادي. هذا المشروع أيضا تم إحالة المرحلة الأولى بواقع 43 مليار دينار عراقي والسياج الأمني مع الأبراج مع بعض التفاصيل مع طريق حولي أيضا لهذا المطار. فهذا المشروع مو بس حقيقة أنه يكون مطار، هذا المشروع سوانا يعني جهد كبير جدا، مدينة مدينة الرمادي أيضا تنظيم مدينة الرمادي، هناك مشاريع استراتيجية مهمة راح تكون جانب المطار، هناك فرص استثمارية كبيرة سواء سكنية عمودية أفقية وكذلك أيضا مشاريع متعددة الاستعمالات. وعن تأمين العمل والشركة المنفذة، أكد قائد شرطة الأنبار تخصيص قوات أمنية كافية لحماية مواقع العمل والعاملين فيه من أي عمليات إرهابية مشبوهة، كون المطار يقع في مناطق صحراوية. قيادة شرطة الأنبار هي مختصة بموضوع تأمين هذه الأهداف أو الشركات الأجنبية المستثمرة في هذه المحافظة، وتم التخصيص في المرحلة الأولى أكثر من 100 مع ضباط مع دوريات وبمختلف أنواع السلاح لتأمين هذا الموقع، وأيضا هناك خطة مستقبلية على المرحلة الثانية بتعزيز أيضا الحراسة إن كانت بمدى خارج السياج الخدمي للمطار أو داخل هذا المطار. قيادة شرطة الأنبار وأنا حريص جدا مع السيد المحافظ على تأمين هذا الموقع والعاملين فيه. ويتطلع سكان المحافظة إلى جدية العمل بإنشاء المنفذ الجوي الأول للمحافظة، آملين أيضا توفير فرص عمل لشباب الأنبار والمساهمة بتقليل نسب البطالة. من الأنبار معاذ الدليمي، وان نيوز.